الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية أهل الإسلام الطيبة المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن هناك أمرا يطلبه كل إنسان بفطرته، يطلبه الصغير والكبير، يطلبه الذكر والأنثى، يطلبه البر والفاجر، يطلبه المؤمن والكافر، ألا وهو السعادة. فكل إنسان يحب السعادة، وقد تنوعت طرق الناس في طلب السعادة. فمن الناس من ظن أن السعادة في الأسفار والتنقل بين الأقطار، فأصبح يتنقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، ولا تهنأ به زوجة ولا ولد، ثم يكتشف أنه لم يحصل السعادة. ومن الناس من ظن أن السعادة في كثرة الأموال والأولاد، فأصبح يسعى في تكثيرهما، وألهاه هذا عن أمر الله سبحانه وتعالى، فلم يجد سعادة، بل كان أمره كما قال الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومن الناس من ظن أن السعادة في المعاصي والملذات، وأن يعطي نفسها مشتهاها ويتبعها هواها، فانغمس في المعاصي فوجد أن قلبه يضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فيطلب معصية أخرى ويكتشف أنه لا يحصل السعادة. ومن الناس من ظن أن هذه السعادة المنشودة مفقودة ولا يمكن أن توجد في الدنيا، وكل أولئك مساكين، فقد أخطأوا الطريق. إن السعادة موجودة، إنها والله موجودة، إنها جنة الدنيا، إنها الجنة التي عرفها السلف. إن السعادة في تحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد سبب لاطمئنان القلب، لأن العبد يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فيطمئن قلبه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا فوحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، لأن الشرك أعظم الظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي جعل لهم الأمن؟ إنه الله. ومن أمنه الله، من الذي يخيفه؟ يأمن القلب ويطمئن ويرتاح ويسعد بتحقيق التوحيد. فما حقق السعادة عبد بمثل التوحيد. إن السعادة في العمل الصالح مع توحيد خالص. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا، والعمل الصالح هو الذي يتحقق فيه شرطان: الإخلاص لله، فلا تراد به دنيا ولا رياء فيه ولا سمعة، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون بدعة. من عمل صالحا، هل هو خاص بالرجال؟ لا، من ذكر أو أنثى، ولكن بشرط، وهو مؤمن أي موحد. فلنحيينه حياة طيبة. الله جعل جزاء ذلك أن تكون حياته طيبة. ومن طيب الله حياته، من الذي يكدرها؟ من الذي يستطيع أن يكدر حياة طيبها الله سبحانه وتعالى؟ إن السعادة في تقوى الله،
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فله المخارج من المضايق، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من كل ضيق في الدنيا والآخرة له المخارج من المضايق، ويرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، فيأتيه الرزق الطيب فيكون في سعادة وطمأنينة قلب. هذه هي السعادة الحقيقية، وهذه هي جنة الدنيا، وهذه هي حلاوة الدنيا، وهذه هي لذة الدنيا لمن حققها. الله أكبر يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما، فقال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. الذي يحقق التوحيد ويعمل العمل الصالح ويجعل الآخرة نيته، الله عز وجل يجمع عليه أمره فيطمئن قلبه في الدنيا ويجعل غناه في قلبه، فهو يحس أنه غني ويرتاح، وأتته الدنيا وهي راغمة. لن يحرم الدنيا، لأن الرزق مكتوب للإنسان، لن ينقص ولن يزيد، ولكن تحله البركة بالطاعة والخير. أما من كانت الدنيا همه ونظر إلى الدنيا وملذاتها ولم يرقب الله عز وجل، فإن الله يفرق عليه أمره فيتشعب قلبه، إذا جاء يريد أن ينام ما يستطيع أن ينام، لأن الله فرق عليه قلبه، يتقلب ذات اليمين وذات الشمال، وجعل فقره بين عينيه، فكلما نظر يجد أنه فقير فيطلب الدنيا كذلك، فيزداد فقرا فيزداد تعبا فيزداد ألما، لأنه لا يرى إلا الفقر. ومع ذلك، مع كل تعبه، لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، فلن يزداد رزقا بسبب هذا الأمر. إذن السعادة والخير والطمأنينة أن نعلق قلوبنا بالله، وأن نجتهد في طاعة الله، أن نكون موحدين، أن نكون مخلصين، أن نكون صالحين، أن نكون من أهل التقوى، فنعمل بطاعة الله على نور من الله، نرجو ثواب الله ونترك معصية الله على نور من الله، نخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة والأخوات، والله الذي لا إله إلا هو، إني أحب لكم ما أحب لنفسي، وإني لا أرجو أن نكون في الدنيا من السعداء وفي الآخرة من أهل الفردوس الأعلى. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نتمسك بما ذكرنا وأن نحرص عليه، وإن فعلنا هذا سنجد الخير والبركة في الدنيا، ونجد الجزاء الأوفى والأحلى والأعلى عند ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لي ولكم ما نحب وما نريد من الخير، وأن يزيدنا من فضله، وأن يملأ قلوبنا وبيوتنا سعادة وخيرا وبركة، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والسنة والعمل الصالح، وأن يجعلنا في الآخرة من أهل الفردوس الأعلى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.